بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم هو عن فطر بوريا اس او فطر بوريا كوكوس. فوائده للصحة العامة وتقوية الجسم وطرق وموانع ومحاذير استخدامه. فطر بوريا كوكوس هو فطر نادر طبيعي عالي القيمة الغذائية، وهو نوع من فطريات تحلل الخشب، وينتمي لعائلة البولي بوريشيا، وهو يشبه ثمرة البطاطس أو البطاطا، ويمكن مشاهدته ينمو في جذور شجر الصنوبر ولحاء الشجر الميت. ويتميز الفطر بملمس ناعم وبمذاق حلو عند استخدامه في الطيب. كان يستخدم قديما على نطاق واسع في الطب الشعبي الصيني، فقد كان يعتبره الآسيويون القدامى هبة من الآلهة، وكان يعرف في اليابان والصين وكوريا وبعدد من البلدان بفطر الخلود، لما له من فوائد وخصائص علاجية عالية، حيث كانوا يستخدمونه وخاصة شعيرات الفطر لعلاج الكثير من الحالات، بما في ذلك القلق والأرق والتعب والتوتر والعصبية والدوخة وفقدان الذاكرة، أيضا مشاكل البول واحتباس السوائل ومشاكل الجهاز الهضمي وتضخم الطحال ومشاكل المعدة والإسهال والأورام وللسيطرة على السعال. كما استخدم في مختلف التركيبات العشبية لعلاج طنين الأذن والتهابات الكلى وللتقليل من نزيف الجهاز الهضمي وغير ذلك. ولأهميته وحرصا من شركة DXN أن يصبح هذا الفطر النادر في متناول الجميع، قامت بإنتاجه في علب على شكل حبوب أو مسحوق بدون أي مواد كيميائية ولا مواد اصطناعية ولا مواد حافظة أو ملونات أو منكهات، وهو يستخدم تقليديا للصحة العامة وتقوية الجسم. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة خصائصه الطبية العالية في التخلص من الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية. سنتعرف وعلى عجالة من خلال هذا الفيديو على فطر بوريا إس المنتج من شركة DXN وفوائده وطرق استخدامه وموانع ومحاذير استخدامه. والآن، ما هي فوائد فطر بوريا إس أو بوريا كوكوس المنتج من شركة DXN العالمية؟ كما ذكرنا له العديد من الفوائد الصحية التي ذكرناها طبعا في الطب القديم، سنتحدث الآن عن الخصائص الغذائية الكبيرة. ومنها للفطر خصائص مضادة للالتهاب، تفيد في علاج آلام المفاصل وتورمها كما في حالات الروماتويد، وله خصائص مضرة للبول، ويمكن أن تفيد مرضى هبوط القلب الاحتقاني والأديمة، وله خصائص مضادة للقيء، مما يجعله مفيدا في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثير على الجهاز العصبي المركزي، ما جعله فعالا لحالات الاكتئاب ويماثل في فعاليته العقاقير المضادة للاكتئاب. وقد اكتشفت الأبحاث الحديثة أن فطر البوريا كوكوس يحتوي على سكر أحادي هو المسؤول عن خصائصه المضادة للأورام، ولكن لا يزال استخدام هذا الفطر في علاج السرطان قيد البحث، ولكن الدراسات الحديثة تؤكد قدراته المضادة للسرطان. أيضا يعمل هو على تقوية الجسم بشكل عام، ويعمل على تحسين وظائف الكلى وتقليل نسبة الكوليسترول السيء في الدم، ومضاد للفيروسات والبكتيريا ومضاد للالتهاب بشكل عام. فهل هناك أعراض جانبية لاستعماله؟ في الحالات الطبيعية لم يثبت للفطر أي أعراض جانبية جراء الاستخدام طبعا بالجرعات الموصى بها. فما هي مقدار الجرعة وما هي موانع الاستخدام؟ يمكنك أخذ من 450 إلى 500 ميلي جرام من المسحوق أو الكبسول قبل الوجبات بنصف ساعة على الأقل مع الماء يوميا، مع ملاحظة أن الجرعة يمكن أن تختلف بحسب نوع الشخص وعمره ووزنه وشدة المرض. ومن محاذير استخدامه، لا يجب استخدامه بشكل قاطع للنساء الحوامل والمرضعات لاحتمال التأثير على الجنين أو الرضيع، كما لا ينصح باستخدامه للأطفال لعدم وجود دراسات كافية عليهم. وكذلك
يجب مراعاة التفاعلات المتبادلة مع الأدوية والعقاقير الأخرى التي يستخدمها المريض، خاصة الأدوية المضادة لتجمع الصفائح الدموية. وقد نص دستور الأدوية الصيني على عدم جواز استخدام البوريا في حالات غزارة البول ومشاكل الأعضاء البولية. والخلاصة، تعرفنا على فطر بوريا اس المنتج من شركة دي اكس ان وأهم فوائده وكيفية استخدامه، فهو يعتبر من أهم وأقوى الفطر الطبيعية في الأرض لما يحتوي عليه من الفوائد الكثيرة وخواصه العلاجية المذهلة التي أثبتتها الأبحاث الحديثة والتي ذكرنا بعضها في هذا الموضوع. نرجو أن تكون قد استفدت منه ونال إعجابك. وكما ذكرنا، قامت مؤخرا شركة دي اكس ان الماليزية بتعليب الفطر وطرحه على شكل بودرة أو كبسول بالاسم بوريا اس، ولمن يود الحصول عليه سنترك لكم رابط الشراء مع التخفيض في صندوق الوصف أسفل الفيديو بالضغط على كلمة المزيد. وإذا كان لديك أو لديك أي استفسار عن هذا الموضوع أو غيره من منتجات دي اكس ان، فلا تترددوا في وضع تعليقكم وسنجيب عنه في أقرب وقت ممكن. من فضلكم شاركوا هذا الموضوع المهم على مواقع التواصل ليستفيد الجميع من هذا المنتج الصحي الرائع. عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، وأدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية. دمتم في حفظ الله ورعايته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.